راني نطبق فيه. ونتعهد مع الطبقة الشغيلة نتاعنا أن من نهاية السنة نستنى إن شاء الله النتائج النهائية نتاع المداخل تاعنا من نهاية السنة تكون فيه زيادة في علاوة البطالة وتكون فيه زيادة في الأجور كذلك. أنا أفضل باش مؤسسات الدولة هي اللي تستورد لأنها هي قادرة تتحمل من ميزانية تاع الدولة جزء من الأسعار المرتفعة حتى توصل المادة وتوصل المواد للمواطن بسعر مقبول.